مثل مدينة السلام بهذا الرجل. السلام عليكم ورحمة الله. تبغي نشكر الجمعية ديال السي عزيز البركاني اللي درنا هذا الاجتماع هذا، وبالنسبة للصنايعية اللي هما شوية محقورين بهذه المهنة ديال لابلومبوري، أن أي صنايعي تيخدم هذه المدة تقريبا 30 عام ولا 20 عام ولا ما تتوقعش عنده أنه دار واحد المشروع ديال حياته. قليل وأقل بالضبط اللي كثيرة اللي ما اللي كتعاني أن باش تلقى بلومبي يدير طوموبيل ودير دار ولادو مغلي فيهم بزاف د الحوايج ما كاينش قليل. أن تتلقى اللي يدير بحال هكا ربما تيكون إنسان معاونو شي واحد ولا تعطالو شي بروجي اللي هو مزيان معاه شي واحد حتى دفعو باش يولي لاباس. لابليبار ديال الصناعية كتبقاو مخدمين مع شركات ديجا ما عندهم كاع حتى تعلق بلا بلومبيري، كتلقى أنه هو دير لاباس على ظهر دوك الناس البسطاء البلومبيير اللي ما عندهمش زعما شي اللي ما عندهمش اللي يعاونهم، وهذيك تلقاهم تيعانيو بزاف. وتنشكروا الجمعية اللي دارت هاد المبادرة باش تقنن جميع الصنايعية ودير لهم هاد حساب هاد لاكارت ديال الميتييل، وبالنسبة للوراق ديال الشركة أنه تيكون صعب باش دير شركة. إذا فاش غدير غير هاد البطاقة المهنية أنها تتكون واحد البادرة أولية أنك تتبدا بها كخطوة أولية، ومن بعد إن شاء الله تنتمنى جميع الصناعية أنهم يعتمدوا على نفسهم بزاف، ما يعولش على أن غندير هاد البطاقة وغنوصل. لا خصك تخدم باش تخدم وحتى الصنعة خصك تحسن فيها مزيان، أن ما تخليش الكليان أنك بغيت تربح غير الفلوس. راه شكون اللي غيوقف الصنايعي هما الكليان. أن باش تخدم واحد الخدمة مزيانة تعيط الكليان، وهذاك الكليان اللي تخدم خدمة مزيانة ميم با أن فوا تتمشي أنت وتيخص صاحبه ولا صديق ديالو ولا شعل عائلته بلومبي تعيط عليه وتعيط عليك بهذا الأمر. واحد تعيط لواحد تلقى بلومبي تبارك الله مشى وصل أن كاع بلا شركة بلا والو تيوصل. ولكن هاد القضية ديال باش تخدم الخدمة ودير شركة راه مزيانة. وتنتمنى التوفيق لجميع الصنايعية، وتنشكر الجمعية مرة أخرى، وهاد الناس اللي دازوا قبل مني الله تبارك الله عليهم عطاو الكلمة في نقطة منى في المستوى، والله يكمل جميع الصنايعية ووصلوا داكشي اللي تيتمناو إن شاء الله. شكرا.